مرة تانية عايز أسألك، أنت مش حاسس إنك عايز ترجع لسينما الإفيهات و لا لا أعتقد ذلك، مش إلا عايز؟ إذا ما هو اللي بيحكم الموضوع ده إنه يبقى فيه دراما لها علاقة بإنك إزاي أنت هتبقى فرس، يعني هتعمل كوميديا فرس ولا هتعمل كوميديا متزنة عاقلة إيه شوية. اللي اختلف فيك أنت؟ فخلاك أنت اختياراتك تبقى مختلفة، أنت بتقول أنا ممكن أكون حسيت كبرت في السن شوية، ممكن كنت أكون بتقولي واحنا بره تقولي انا الواحد دمي تقل ولا ايه؟ أو مثلا واحد دمه تقل شوية، ممكن الواحد ممكن يكون عنده شوية إحساس بال بيه يعني بالأهم الحياة العام والحياة يعني عموما، فممكن يعني ده ممكن يكون يعني بيأثر ايه اللي اختلف بين احمد عيد رامي الاعتصامي واحمد عيد خلاويص؟ إنه فات تقريبا 10 سنين، يعني أنا لما كان عندي حاجة و30 سنة بقى حاجة عنده حاجة و40، يعني أنا مش عايز أصدر الكآبة لحضرتك يعني لا لا لا، ولا الأستاذ كيال دول 40 دي حاجة لطيفة للمشاهدين، جدا. لكن هو مسألة إنه ساعات الواحد بيحس كده إحساس، معرفش يعني أتمنى إن ما يبقاش ادعاء، يعني إنه الواحد يبقى صادق يعني في إحساسه. لسه جمهورك أكتره من الشباب؟ يعني أنت أفلامك الأولى كانت معظم جمهورك من لا هم الشباب. الشباب بقوا في سني يعني خلاص، هم كبروا معايا نفس الشباب. ما هم كبروا معايا برضو بس يعني. كل واحد له جمهور، يعني أنا ببقى عارفة مين اللي بيتفرج عليا. انت مين اللي بيتفرج عليه؟ مين أنا اللي اللي بينزل بتفرج يخش عليا فيلم احمد عيد؟ الأسر اللي هي الأسر تقريبا، يعني أنا أكتر جمهور اللي بيدخل الفيلم واحد داخل مع مراته وأولاده ويسألني أنا داخل الفيلم ده علشان أنا عارف إن هو فيلم خالي من الـ من الـ أي حاجة لها علاقة بالذوق العام أو الألفاظ أو الحاجات اللي بتجرح الأسرة يعني، فيعني دايما بيسألوني السؤال دوت. وده تاني فيلم يبقى معاك طفل في في الافيشه او في الفيلم، وبالتالي انت مستهدف فكره الاسره انه كل الاعمار في العيله تروح. لا هي بتيجي صدفه، والله هي جت صدفه، انا متعرض عليا فكره الفيلم ده وكان في طفل، انا قلت طب انا عملت فيلم كان فيه طفلين اللي قبل كده، طب انا هدخل في فيلم فيه طفل برضه، فلقيت قلت مش شرط، مش عادي يعني، ايه المشكله ان انا ابقى معايا طفل في فيلم تاني يعني.